السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ هنتكلم النهاردة عن التقليد الاعمى في مجال طيور الزينة. ناس كتيرة جدا بتقعد تبص لكل واحد بيفرخ وبتشوف الانتاجية بتاعته عاملة ازاي، بتبص على الفرخ اللي طلعه وبتشوف هو عنده كام زوج من كام حاجة، وتقول انا هعمل زي فلان بالظبط من غير ما يفكر هو فلان ده امكانياته المادية ايه، طيب هو عاوز يوصل لايه. وتلاقي ناس كتيرة بتقعد تشيل طيور ملهاش اي لازمة خالص عندها، بمجرد بس ان شافوا عند فلان جايب التركيبة الفلانية. الكلام ده كله غلط. هيكون موضوعنا ان شاء الله عن الحاجات ديت، وهقول لكم بالتفصيل اكتر التقليد الاعمى ممكن يضر ازاي، واقول لك الحلقة ديت عن حاجات استفاد بيها ممكن تقدمك شوية في مجال طيور الزينة في ظل الغلاء اللي احنا موجودين فيه ده. ولكن خلال الايام اللي احنا فيها ديت عاوز اوجه لكم الشكر على الدعم الجميل اللي انتم عمالين بتقدمهولي. بفضل دعواتكم ليا ودعمكم الجميل ليا قدرنا نعمل موقع لطيور الزينة. عملنا موقع باسمنا، وحاليا دلوقتي شغالين على تطوير الموقع ده، وبنعمل فيه مواضيع مميزة باذن الله. هعلن لكم عن الاسم بتاعه خلال الايام اللي جاية باذن الله عز وجل. طيب موضوعنا بقى الاساسي، بصوا بقى كده الزوج الفلاني دوت، يعني مثلا على سبيل المثال دوت زوج تكساس فولا الكتفين. فناس تبص عليا في الفيديوهات بتكلم وبقول ده التكساس الفولا الكتفين مطلوب، فتلاقي واحد قام رايح عامل مزرعه كبيره مليانه تكساس فولا الكتفين. طيب مثلا الجزء اللي فوق ده اخضر تركيبات شغال عليها، عصفور عادي مع عصفور حجم، فتلاقيه نازل هوب محل من محلات طيور الزينه او سوق السيده عيشه او حد عامل عرض وقام جري جايب جوزين ثلاثه وعمال بيفرخ منهم. طب يا عم الحاج، انت عشان تعمل حاجه زي كده هو انت عارف العقل اللي جوه نادر خميس بيعمل ايه؟ او ايا كان معلم نادر ده، ايا كان اللي انت بصيت له واللي انت عمال عاوز تقلده، انت عرفت هو بيعمل دوت ليه؟ طيب هيوصل لايه بعد ما يعمل التركيبه؟ طيب ما انت ممكن تكون اصلا مش عاوز التركيبه دي، او ممكن يكون الحاجه اللي هو شغال عليها بعد كده مش هتخدم شغلك. يعني بلاقي ناس كتيره تقول لي ايه هندسه انا معروض عليا الجزء الفلاني بالسعر الفلاني، ايه رايك فيه؟ هو حلو؟ ايوه يا عم حلو، بس انت عاوز تعمل منه ايه؟ التركيبه هتوصل بعد كده لايه؟ فمش مجرد انك تلاقي عصفور سعره كويس تجري جاي تشتريه. الغلطه دي بيقع فيها ناس كتير، واخرهم كان دكاتره، يعني كان دكتور بيتابع معايا، يمكن هو متابع القناه لما يشوفنا هيقول ده انا بتكلم عليه. انا مش بتكلم عليه هو، انا بتكلم على مثال من ضمن الامثله. هو عجبه عصفور سعره كويس فعاوز يشتريه، طب انت هتعمل بيه ايه؟ هتطور فيه ازاي؟ هو طفره جميله كويسه، بس هتوصل بعد كده لايه؟ ده اللي بيخلي ناس كتير في مجال طيور الزينه بعد ما تخش المجال بشويه يقوموا واقعين او يقوموا بطلين تربيه، لان هو مش عارف يفكر ازاي، مش عارف يخش فين، مش عارف هيعمل بعد كده ايه. انا جبت عصفور جميل، طيب فرحتي هعمل ايه بيه؟ هصور فيه ازاي؟ وفي واحد تاني تلاقيه بقى متردد او قلقان او خايف، كل ما يجيب عصفور تلاقيه عمال بيسال طوب الارض، العصفور ده معروض عليا ب 100 جنيه، ايه رايك؟ حلو؟ يا عم ده ب 100 جنيه ده ببلاش يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ ده اللي زيه كان من فتره كان ب 1000 جنيه. فتلاقيه متردد باستمرار. طول ما انت داخل الهوايه وانت ما انتش فاهم هتغلط اخطاء فادحه، وهتلاقي في نهايه المطاف ناس كتير عماله بتصفي زي ما هي بتصفي دلوقتي، لان مش فاهمين هم داخلين ليه. هم سمعوا من نادر خميس ومن غيره ده الباشمهندس نادر قال ان الطير بيكسب، فانا هعمل زيه. ايوه هتعمل زيه، هتشتغل ازاي؟ الموضوع مش مجرد انك تجيب شويه طيور وتعلق اقفاص وتفرخ منها وتبيع، لا، ما كانش حد غلب. كل مجال له مشاكله، وكل مجال وله العوائق اللي بيمر بيها، وما تدورش على سعر يكون قليل في الطير وبس. في ناس كانت بتقول لي انت مش حابب الانجليزي علشان ما انتش عارف تنجح في تركيبه او في تربيته او بيقابلك مشاكل في انتاجه. انا عندي انجليزه تيجي افرجكم؟ ما علينا. في افراد كتير بتبقى موجوده في الاسواق، وانت شغال لازم عينك تكون فاهمه انت شغال في العصفور دوت ليه؟ وهتعمل ايه بعد كده؟ هديكم مثال دلوقتي على عصفور من طيوري. العصفور اللي معايا دوت دبل شوشه وكرك رمادي. الوش بتاعه يالو فيس، هطلعه وافرجكم عليه اكتر. العصفور ده شغال دلوقتي على اكتر من تركيبه واكتر من باب واكتر من هاوي شغالين فيه، من اول الاقرع لحد الفلل الكتفين. بس الفكره هو هيشتغل فيه في ايه؟
طيب هو انت لو معاك منه فولة الكتفين هتعمل بيه ايه؟ العصفور ده الوش بتاعه يالو فيس، لما يقلش ممكن نبص على الديل احتمال يبقى جولدن فيس، لان جاي من ورا حته جولدن مع حته يالو، فلسه الوش بتاعه مش باين دلوقتي. لما يخلص قلش هعرف احكم عليه وعلى المستوى بتاعه. ناس كتيرة جدا بتنخدع في العصفور ده وتبص على الجسم بتاعه تلاقيه رمادي زي كده وتقول لك بس ده شبه الفيديو اللي شفناه اما اجري اجيبه، وبعدين هوب يقوموا مخصوصين في الرقم يجيبوه برقم غالي جدا، وبعدين يطلع طفره ثانيه اسمها طفره الموم. الاثنين قريبين من بعض، الناس بتدور على السعر القليل وبس، على الحاجه اللي تكسب وبس من غير ما يفكروا، وده بيخلي ناس كتير عماله تقع في دروبات كل شويه. الفرد اللي معايا دوت دبل شوشه وفيه كرك عنده هوت ما شاء الله، كرك ملكي قوي جدا وفيه زي ريش نايم يمين وشمال، لو فردنا ريشه دي كده هتلاقوها جايه ناحيه الكتف بس مقلوبه ناحيه الكرك، لان دوت جاي من ورا كتفين. انا عامل التركيبه دي عشان خاطر اطلع رميضه تكون بكواليتي عالي، حجم العصفور او الزغلول عامه يكون كويس. ده زغلول الحجم بتاع جسمه والتكوين بتاعه او نقول ايه العظم بتاعه حجم عصفور كبير شاب مش حجم زغلول. طيب انا انتجته ليه؟ لان في كذا حاجه ممكن اشتغل عليه بيها، من اشهرها دلوقتي هو الشكر برصاصي. ففي ناس تجيب عصافير كتير جدا وبعد ما تعمل التركيبه تتفاجئ ان هي اصلا مش هتنتج لها شكر برصاصي. واخرهم صديق كان شرفني من كام يوم وكان جايب فرد زي كده المفروض ان هو فضل كتفين علشان يطلع له عصفور الشكر برصاصي، وبعدين اتفاجئ ان العصفور ده لما هو وراني بقى الصور قلت له ده مش هيطلع لك شكر برصاصي، لان العصفور دوت موف، والموف مع الفرد اللي عندك مش هيجيب لك شكري. يا جماعه فكروا الاول قبل ما تشتروا، مش مجرد انك شفتوا فيديو عند حد ان انتوا تقدروا جري تجيبوا الحاجه وخلاص. طيب الاستفاده بقى مثلا من فرد زي ده، هدخله في شكل برصاص، هدخله في البلاك وينج، هدخله معايا في البلاك فيس، هدخله في تركيبه الدان فالو. اربع تركيبات ممكن اشتغل بيها في العصفور ده. بالمناسبه العصفور ده انا عرضه للبيع على 500 جنيه بس، في ناس في السوق ممكن تشوف عصافير زيه وب 300 جنيه، بس مش ده، مش التركيبه دي، مش الفرد ده. فكروا، والموضوع مش مجرد ان انا ايه ابقى الفهلاوي اللي اجيب بسعره قليل وانا كده شطور وجبت، زي ناس كتيرة جدا بتجيب الكوكتيل الالبينو وبعد ما يشتروه من السوق ده احنا جبنا بسعر جميل، جبنا الجزء ب 1200 جنيه او 1300 جنيه، ده احنا وفرنا 500 600 جنيه في الجزء. طيب ماشي انتج عندك، لا اصل طلعوا انتيتين. طب ما ارجع بقى للراجل غير له، قال لي اصل قال لي ماليش دعوه مش هغير لك حاجه. هتبيع الطير اللي عندك اللي كبر وترجع تجيب فرد تاني على ما ياخد عندك على المكان، طبعا في فرق فلوس هتخسرهم في البيع وهتدفع اكتر لما تيجي تجيب فرد جديد. طيب جبت فرد وجه جايب فرد من اليمين وفرد من الشمال، الانتاجيه بتاعتك اللي طلعت فيها مشاكل، في افتراس، في تحديق، الذكر ما بيخصصش البيض، انت ما انتش عارف المشكله سببها ايه، لان ما فيش حد قدامك على الشاشه تعرف تتكلم معاه تقول له ايه الغلطه عندي في ايه. فانت بتدور على السعر القليل وما انتش فاهم انك بتعمل حاجه بتضرك اكتر بكتير. اتمنى تكونوا بتركزوا اكتر من كده، مش بتدوروا على انك تقلد وبس. سامحوني لو طولت عليكم، نتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.